نقول تاني نقطة يا شباب، نقول تاني نقطة ليه بسرعة كده. لو أنا حبيت أضيف صوت وعلى فيديو، أنا كده دلوقتي أهو أضفت فيديو أهو موجود عندي في الستوري بورد بتاعي، أضفت فيديو وموجود هنا عندي صوت، خلاص كويس، موجود عندي فيديو وموجود عندي صوت. طيب دلوقتي الفيديو فيه صوت وأنا أضفت صوت أوديو جديد عايز أركبه على الفيديو بتاعي، طيب أي صوت فيهم هيظهر بالشكل ده كده؟ الافتراضي ان الاثنين هيعملوا تداخل مع بعض، صوت الفيديو هيعمل تداخل مع الصوت اللي انا اضفته. طب الحل ايه عشان اتغلب على النقطه ديت؟ الحل ان انا اضغط على، عندي هنا اقصى اليسار في الستوري بورد عندي هنا ايقونه او امر اسمه سيت اوديو ليفلز، سيت اوديو ليفلز اللي هي التحكم في مستويات الصوت، التحكم في مستويات الصوت. لما بضغط عليها كده يا شباب بيظهر لي امر اسمه اوديو ليفلز او مستويات الصوت. ده طبيعي ان هو هيكون في النص، في النص كده يا رجاله، معناه ان الصوتين شغالين مع بعض بنفس المستوى، صوت اللي جاي من الفيديو والصوت اللي انا اضفته الاثنين شغالين مع بعض. طبعا كده هيعمل تداخل في الصوتيات وممكن الاثنين ياثروا مع بعض ويشوشوا، ياثروا على بعض ويشوشوا على بعض، ما اسمعش منهم اي حاجه. طب الحل ايه يا استاذ؟ الحل لو انت محتاج صوت الفيديو هو اللي يبقى ظاهر والصوت اللي انت اضفته مش عايزه، هتودي المؤشر ناحيه صوت الفيديو. طب لو انا عايز اخفي خالص صوت الفيديو، اخفي خالص صوت الفيديو واشتغل على صوت اللي انا اضفته، خلاص بودي المؤشر ناحيه الصوت اللي انا اضفته. يبقى كده معناه ان انا اخفيت صوت الفيديو خالص ووديت واظهرت الصوت اللي انا اضفته اللي هو موجود فين؟ في الاوديو اور ميوزك. واقفل الايقونه، ده معناه خلاص ان كده الصوت بتاعي ايه؟ اشتغل على الصوت اللي انا اضفته واتلغى خالص صوت الفيديو. طيب لو انا عايز الصوت اللي انا اضفته اخليه خلفيه للفيديو، خلفيه يعني الاثنين يبقوا موجودين ولكن الصوت اللي انا اضفته يبقى موجود بشكل بسيط، بشكل نغمه واطيه شويه او نغمه قليله شويه، بقوم جاي كده رايح ناحيه الفيديو ولكن مش للنهايه، مثلا للثلث الاخير كده. ده معناها ان انا بزود صوت الفيديو وبقلل نبرة الصوت اللي انا اضفته، وبقلل نبرة الصوت اللي انا اضفته. ده كده التحكم في الصوتيات. طيب لو انا عندي فيديو بس، انا هلغي هنا الصوت اهو اللي انا اضفته، هلغيه ديليت، وعندي فيديو فقط وعايز احذف منه الصوت، ينفع؟ ينفع يبقى في عندي فيديو واشيل منه الصوت؟ اه ينفع. طب ازاي؟ حد يقدر يقول يا رجاله؟ ها، من خلال الكلام اللي احنا قلناه. أتي صح؟ لو انا عندي فيديو، انا اضفت فيديو اهو في الموفي ميكر وعايز الغي منه الصوت او احذف منه الصوت، اعملها ازاي؟ اقول اتفضل. تروح اول شيء اللي عند اليسار يا استاذ، اللي هي المربع اللي اسمها سيت اوديو ليفلز. تمام، حلو. تروح عند هذا، عند الخط، تخليه أيوه؟ على الاوديو، على الاوديو ميوزك بالضبط، اوديه للناحيه الاوديو ميوزك. يبقى انا كده بخفي الصوت اللي موجود في الفيديو خالص. شكرا. مين حمد اللي معايا ولا مين؟ معاذ اسعد. معاذ، شكرا يا معاذ، شكرا، ممتاز يا معاذ. زي ما قال معاذ كده يا رجاله، بروح للفيديو بضغط عليه، تمام، بروح للست اوديو ليفلز وودي المؤشر ناحيه الاوديو اور ميوزك للنهايه خالص. ده معناه ان انا بخفي او بحذف الصوت اللي موجود في الفيديو. لو انا عايز اخففه بس خلاص مش بوديه النهايه خالص، بوديه للجزء الاخير كده في الثلث الاخير، ده معناه ان انا بقلل الصوت. تمام كده يا رجاله؟ وضحت؟ وضحت يا شباب؟ زي ما قلت لك انا عايزك تتقن برنامج الموفي ميكر، لذلك انا بعمل لك فيديوهات 5 دقائق 3 دقائق لكل معلومه، مش عايز انا اعمل لك فيديو كبير عشان ما تتوهش. ها، واحده واحده، وهرفعها لك على اليوتيوب وهرفعها لك على كلاسير عندك علشان تقدر تتابع الكلام ده بشكل كويس، وعامل لك عناوين ليها مظبوطه بحيث انك عايز اي جزء في الموفي ميكر ادخل على قناه ثانويه شعاع المعرفه، هتلاقي الفيديوهات كلها كامله ولكن اجزاء متقسمه بحسب المعلومه اللي انت عايزها. تمام كده يا شباب؟ تمام.